وسهيل كساب بيعطي الإشارة الرسمية لبداية المباراة. بهجت شدياء بياخذ الطابة بيعطيها لرزق، رزق بيردها لبهجت، بهجت ومصطفى، محاولة من مصطفى لأميكا، الطابة بتنقطع لكن فيكان إسكيجيان بيرجع بيحصل على الطابة وبيتركها. محاولة كانت ما بيستفيد منها، اللي بيحققها هو مصطفى عبد السلام. ببلش المباراة بقوة، مصطفى بيعطي التقدم 2-0 لصالح الحكمي. رد فعل لاعبي أنيبال زحلي رح نشوفه بعد بهالهجمة. وطبعا في خطأ، خطأ بيصفره الحكم الدولي اللبناني سهيل كساب. واللاعب ديف سميث لاعب أنيبال زحلي رقم 15 اللي شايفينه قدامكم، لاعب أمريكي بينفذ أول محاولة بينجح ديف، بعد عنده محاولة ثانية. اثنين اثنين اذا لديف سميث، والنتيجه التعادل 2-2. بهجت شدياء بيرجع بيستلم الطابه من مصطفى عبد السلام وبيحضروا للناحيه الحكمويه، الطابه بتوصل لاميكا، اميكا بتسرع شوي، بيرجع الريباوند لداني برهوم، داني برهوم وترشيشي السريع جدا وسله رائعه لموريس ترشيشي. موريس ترشيشي اللاعب اللي ظاهر قدامكم، وطبعا الجمهور المحتشد بكثافه بيعرض طبعا سلامتهم هون ما راح تكون كثير وارده، خاصه انه اللاعب يلي بيكون منطلق بقوه صوب السله مثل ما شفنا هلا موريس ترشيشي كان ممكن جدا يعرض حياة هالأشخاص واللي أغلبهم من الأطفال الصغار، كان ممكن جدا إنه يعرض لهم سلامتهم للخطر. بهجر بيعطي فيكان، فيكان محاولة توصل لخارج الملعب لصالح نادي أنيبال زحلي. داني برهوم هو اللي بيحركها بيعطيها لزميله بالفريق الأجنبي كريس وود. بلوك شوت ناجح من أميكا وطابي تبقى لصالح الحكمي مع بهجت شدياء. بهجت بيتخطى داني برهوم ومن موريس ترشيشي بيعطي أميكا، أميكا محاولة دانك من أميكا ما بينجح فيها، طابي بتبقى لصالح الحكمي مع بهجت. بهجت بيتركها لفيكان، فيكان لأميكا، أميكا وفيكان كمان محاولة ما بتنجح. مصطفى عبد السلام ياخذ الريباوند وبيحصل على خطأ، خطأ ارتكبه اللاعب رقم 9 موريس ترشيشي. وطبعا مصطفى بيستفيد من رميتين وإمكانية رفع النقاط تبعوله من 2-3، والفارق حاليا نقطة واحدة لصالح أنيبال زحلي 4-3. 4-4، أربع نقاط الحكمي سجلهم مصطفى عبد السلام. طبعا عم نشوف تشكيلة مبدئيا اعتيادية من ناحية الحكمي باستثناء غياب الكابتن إليم شنتف يلي دخل بدل منه اللاعب رقم 9 شرب الرزق. طب للاعبي زحلي محاولة ثلاثية ما بتنجح خارج الملعب، خارج الملعب طبعا لصالح الحكمي. طبي مع شرب الرزق بيتركها لبهجت، بهجت لفيكان، فيكان محاولة من مسافة متوسطة ما بينجح، وطبي خارج الملعب بعد ما لمست ايد اللاعب إليل أصوف قبل ما تترك الملعب لصالح الحكمي. محاولة حكموية، الريباوند لفيكان، فيكان ما بيتمكن من التسجيل. أميكا بياخذ الريباوند ودانك الأول هو لأميكا، أميكا أوكونوي لاعب الحكمي الجديد، كمان لاعب بذكركم إنه شارك منتخب بلاده ضمن نهائي
كأس العالم أو بطولة كرة السلة، بطولة العالم بكرة السلة الأخيرة. محاولة كانت هون من ديف سميث لكن طبطه بتصير خارج الملعب. بيحركها زميله كريس ديف لبرهوم، برهوم بيخترق وبيمرق طابة لكن مقطوعة بلحظة مهمة جدا من فيكان اسكيجيان، وبيتركها فيكان لبهجت، فيكان من جديد لكن طابة بتنسرق بوسط ايدي الاسوف اللي بيعطيها لداني برهوم وديف سميث، كمان ديف بيوقع على الارض بيزحط بلحظة حاسمة جدا. طابة سليمة لصالح الحكمي، بهجت بيدخل ومحاولة ناجحة لمصطفى عبد السلام. مصطفى رصيده صار لغاية هلا 6 نقاط والحكمي عم يتقدم 8-4 8-4. كريس وديف وبتوصل لإلي الأسوف، محاولة من الأسوف غير ناجحة، وطابة توصل بالنهاية لأميكا، أميكا بتركها لبهجت، بهجت بيرجع بيحرك صفوف الحكمي لمصطفى عبد السلام من جديد بسهولة. مصطفى شوف الإعادة على العرض البطيء لسلة مصطفى عبد السلام والنتيجة بتصير 10-4. الحكمي عم بيتفوق ب6 نقاط حاليا. محاولة توصل بين ايدين اللاعب أميكا، أميكا متابع طريقه وبيحصل على خطأ من موريس ترشيشي. هذه كمان الإعادة من زاوية تانية لسلة مصطفى عبد السلام.